وللمزيد حول استمرار استهداف الثوار في الساحات لا سيما ساحة التحرير ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات ناهد أحمد. أهلا ومرحبا بك ست ناهد. نعم ست ناهد، بداية وبعد أقل من 24 ساعة القوات الحكومية وميليشياتها تهاجم مجددا المعتصمين في ساحة التحرير الذي أسفر عن استشهاد متظاهر وإصابة العشرات في هذا الهجوم الأخير، كيف ترين استمرار استهداف الثوار؟ يعني هم قضوا عمرهم دائما يسوون لجان تحقيقية. نعم. ايش كثر من اللجان التحقيقية؟ كل كذب، كل هكلاوات، أصلا هم يردون يطمعون على يقمعون المغارة بأي سبب بأي شكل من الأشكال، مدمرونه، حطمونه نفسيا، بس ما صحيح من حطمنا نفسيا بس ما راح نكل ولا راح نمل. هم طمعين والمسلسل الإجرامي مالهم مستمر، و اللجان مالتهم اللجنه التحقيق واللجنه تخفق، وكل هذا هراء في هراء. ما احنا موجودين بالساحه. نعم. هم قمعيين، هم دمويين، مسلسل اجرام مستمر. متظاهرو ساحة التحرير يتهمون ميليشيات إيران بقمعهم ويحملون الكاظم المسؤولية. طبعاً برأيكم لماذا تريد إيران إسكات صوت الثورة؟ إيران أصلاً معتبرة العراق بلد، معتبرة الحديقة الخلفية لإيران، دمرتنا، نهبتنا موارنا النفط. طيب، النائبة السابقة شروق العبايشي تقول إن الطبقة السياسية مصرة على تخريب البلد لمصالح خاصة، ما هي المصالح التي تتحدث عنها العبايشي حسب رأيك؟ مصالح الأحزاب الضيقة، مصالح الأحزاب الضيقة هي اللي تدمرن. حزب الله اللبناني والحاشد والغير، كلها مصالح ضيقة، كلها تصارح بيناتهم على موارد العراق ونهبها وعطائها لإيران. ليش يسموني بيها؟ لماذا؟ ماذا جننا؟ كانت معنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد الناشطة في التظاهرات السيدة ناهد أحمد، شكرا جزيلا لك.